بحكم اني جزائري وشهدت مرحلة اوج عطاء، واعتقد بان الاخضر بلومي كان واحد من نجوم العرب اللي كان بامكانه انه يترك بصمة كبيرة جدا في تاريخ الكرة العالمية لو احترف في وقته. تكلم على ثمانينيات القرن الماضي، طبعا قوانين في الجزائر لم تكن تسمح بالمغادرة لمن هم اقل من 22 سنة. هو كان في عمره سنة 82، كان في عمره 23 سنة، كان أبدع في مونديال إسبانيا وأبدع مع فريقه ومع الفرق التي لعب لها، غالي معسكر، مرودية وهران، مرودية الجزائر. أنا بالنسبة لي من هذا الجيل بلومي كان ممكن يكون واحد من روائع الكرة الأوروبية والعالمية. بالأفضل لاعب في التاريخ، مش عارف إذا تقصد العربي أم العالمي. العالمي ديجو أرماندو مارادونا اللاعب بالنسبة لي هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة العالمية. أما بالنسبة للكرة العربية فعبر الأجيال أنجبت الكثير من اللاعبين المتميزين. طبعا احنا الجيل تاعنا يذكر محرز ويذكر صلاح ويذكر أبو تريكة ويذكر الأخضر بلومي ويذكر تيمومي ويذكر طارق دياب ويذكر لاعبين كثر في الخليج وفي شمال إفريقيا كانوا متميزين وتميزوا. طبعا يصعب جدا أنك تقول من هو الأفضل لأنه معايير تكون مختلفة. طبعا كل واحد كان مبدع في جيله، وأنا لست من يقارنون بين اللاعبين من مختلف الأجيال. حتى فيما يتعلق بالمدراء الفنيين صعب جدا انك تبصم بالعشرة وتقول هذا كان الافضل. طبعا عبر التاريخ ايضا عالمنا العربي ازخر بمدربين متميزين في مصر، ولا واحد يقدر ينكر ما فعله حسن شحاتة، متوج 3 مرات متتالية بلقب كأس أمم افريقيا. يقول لك الجوهري ايضا كان واحد من افضل المدربين اللي مروا على منتخب مصر. احنا في الجزائر طبعا كان جيل ما بعد الاستقلال مع رشيد مخلوفي، وبعدين ظهروا مدربين تركوا بصمتهم على غرار محي الدين خالف، تكلم اللي تركوا بصمتهم على مستوى المنتخبات، من دون أن ننسى جمال بالماضي اللي أتنبأ له بمستقبل زاهر سواء مع المنتخب الجزائري أو مع أي فريق أو منتخب آخر. هناك أسماء كثيرة جدا سامحني لا يمكن أن أذكرها كلها، ولكن للأسف ما عندناش الكم الكبير جدا من المدربين اللي استمروا في إنجازاتهم لأسباب خاصة بذاتية وموضوعية، ذاتية خاصة بمجتمعاتنا وصحافتنا وجماهيرنا التي للأسف الشديد بعضها يتنكر للجميل وسهل أنك تأثر عليه في وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي، ويصبح البطل يصبح بالنسبة إليهم مدرب تعيس، ويصبح التعيس مدرب كبير. هذه هي سنة الحياة سبحان الله. على مستوى الكرة المصرية أنا بالنسبة لي يبقى محمد أبو تريكة لأنه شاهدت مرحلته. نتذكر شوية أيضا محمود الخطيب، أعتقد بأنه الثنائي اللي يبقى في التاريخ ويصعب تعويضهما. محمد صلاح ما زال بإمكانه يحقق إنجازات كبيرة جدا على الصعيد الدولي. طبعا محمد صلاح هو الأفضل، ولكن بالنسبة للكرة المصرية أنا بالنسبة لي محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة ثنائي لا يمكن تعويضهما ولا يمكن خلافتهما. ممكن تظهر أجيال أخرى متميزة عنهم مثل ما يفعل محمد صلاح، ولكن أبو تريكة الإنسان واللاعب، ومحمد الخطيب أيضا الإنسان واللاعب، كلاهما كان مبدعا. والله كثير الأسماء، معذرة ما راحش نذكر لك التشكيل لأنه صعب أنك تذكر تشكيل متكون من لاعبين من أجيال مختلفة. بالنسبة للاعبين اللي رشحهم أنهم يلعبوا في أوروبا، طبعا أسماء كثيرة جدا، كاين اللي يعرفها الجمهور وكاين اللي الذي لا يعرفها. طبعا خاصة من الجيل الصاعد، هذا الجيل الصاعد اللي متحرر من كل العقد. طبعا ولد في عمر 20 و 22 سنة ممكن يهاجر، ممكن يروح يلعب في أي نادي أوروبي من دون عقدة، مش مثل زمان بالنسبة للمصريين كان صعب أنك تجد مصري يحترف في أوروبا. اليوم محمد صلاح والنني و تريزيجي وغيرهم من اللاعبين فتحوا المجال وفتحوا الأبواب أمام الأجيال المتعاقبة في مصر أنها تحترف والأمر يكون عادي. بالنسبة للاعبين تاع شمال إفريقيا متعودين على ذلك، الجزائريين والمغاربة والتوانسة، سواء من اللاعبين الذين انتقلوا من دورياتهم المحلية إلى أوروبا أو من المولودين في أوروبا وعددهم كثير طبعا بحكم لأسباب تاريخية، فهؤلاء وأولئك كثر والآن لم تعد هناك عقدة، ويصعب عليك أنك تعددهم أو تحددهم في
في عدد أو في صنف معين، الباب مفتوح لأنه أمامهم، لأنه المهارة موجودة في عالمنا العربي وفي أفريقيا. اللاعبين اليوم حاليا العرب واضحين يعني من دون ترتيب، يعني حتى الترتيب يبقى تقديري، ويبقى ممكن مرحلي. محمد صلاح، رياض محرج، حكيم زياش، حكيمي، إسماعيل بن ناصر، لاعب الجزائري في نادي الميلان. أعتقد بأنه اللاعبين اللي برزوا الموسم هذا والموسم اللي قبله، اللي اليوم صار عندهم صيت كبير وعندهم مستوى كبير ومكانة كبيرة في الكرة العالمية. أفضل 5 لاعبين في العالم اليوم طبعا ميسي ورونالدو، أكيد نحط ساديو ماني لأنه أفضل لاعب في أفريقيا وكان متميز رفقة صلاح في فريق ليفربول، باعتباره وصل لنهائي كأس أمم أفريقيا ولعب وفتوج بنهائي كأس العالم ودوري أبطال أوروبا، وبعدين هو المعين كأفضل لاعب في أفريقيا. هذا الثلاثي يضاف له مبابي ويضاف له أيضا نيمار اللي رجع في نهاية الموسم، ولو أنه موسمه كان منقوص شوية ولكن يبقى من بين الأفضل على الصعيد العالمي اليوم. لا لا، لو كنت ما في مكان محمد صلاح لا أغادر اليوم نادي ليفربول، ولن أكمل معه إلى غاية الاعتزال. طبعا سيكون من الصعب عليه المواصلة إلى غاية الاعتزال، أنا لا أنصحه بذلك، ولكن أنصحه بالاستمرار لموسم أو موسمين مع ليفربول ما دام أنه حافظ على مكانته وعلى مستواه كذلك، وبعدين يلعب في فريق هو الأفضل في العالم اليوم. فأنا أنصحه بالبقاء على الأقل لموسمين، ثم بعد ذلك يغير الدوري، مش يبقى في الدوري الإنجليزي الممتاز، راح يكتشف دوري إسبانيا ودوري إيطالي، دوري إسباني لأنه لعب في الدوري الإيطالي. فأتمنى أنه يروح يكتشف الدوري الإسباني ويفجر طاقاته لأنه مازال صغير في السن. والله في إنجلترا لن يجد أفضل من فريق ليفربول، ولكن لو يرحل للبارسا والريال يكون أفضل له. سيكون من الصعب عليه أنه يلعب في يوفنتوس بالأرمادة اللي عنده اليوم، ولكن يمكن يرجع لروما، ممكن يلعب في الإنتر، ممكن يلعب في الميلان. أنا لا أتمنى له سوى إسبانيا وإيطاليا إن لم يبقى في إنجلترا. بالنسبة لرياض محرز العكس، إذا أموره بقت على حالها مثل ما كان الحال الموسم الماضي، مش هذا الموسم، هذا الموسم كانت أموره شوية أحسن، لعب كثير، ربما لأنه غياب لوروا ساني خدمه كثيرا. رحيل لوروا ساني ممكن يخدمه أكثر، لأنه طبعا ولا واحد يشك في قدراته وفي إمكانياته، ولكن هو أيضا يلعب في واحد من أفضل الأندية على الصعيد الأوروبي والعالمي. إذا استمر الحال على ما هو عليه هو يقدر، هو اللي يشوف يعني. أتمنى أن يرحل إلى فريق إنجليزي آخر، يقدر يلعب في أي فريق إنجليزي بما في ذلك في مانشستر يونايتد. أما إذا شك وكان عنده أدنى شك بأنه راح يكون حاله نفس حال الموسم الماضي، أتمنى أنه يرحل، لأنه نحبين نستمتع بمهاراته وإمكانياته كل أسبوع مع أي نادي إنجليزي آخر. حسين بن عيادة أنا بالنسبة لي واحد من أفضل المدافعين، ليس فقط في الدوري الجزائري ولكن على مستوى أفريقيا والعالم العربي، عنده إمكانيات كبيرة جدا. مش عارف ليش ما كانش عنده الحظ أنه يلعب في المنتخب الجزائري، هي أيضا اللعب للمنتخب فيها شوية حظوظ على كل حال، ولكن يبقى مدافع فذ وقوي جدا، نزعته الدفاعية والهجومية، قدراته البدنية الكبيرة، حرارته العالية جدا، يملك كل المقومات اللي تخليه يعوض أحمد فتحي بسهولة، ليس بنفس القدر ولكن الأقل يسد الفراغ ويكون إضافة كبيرة للنادي الأهلي أو لأي نادي عربي ينضم له بن عياد إن شاء الله.